Comment gérer le stress des examens? Grande, grande question, que ce soit pour les jeunes, les élèves, les lycéens, les étudiants, mais surtout pour les parents. Les parents, ils sont les plus importants pour le stress de l'examen. شوفوا نحب نبارطاجي معكم معلومات نجم تفيدكم. لا كلي بور سو ديباراسي دو ستريس دي زيكزامان سي دو نو بلو سو سوميتر على فاليداسيون دي زوت. خاطر هو علاش ليكزامان اللي ستريسون هاو حتى انا عندي 20 سنه نقري كي ندخل باش نجيب لك 5 ولا 6 من الناس نحطهم في اخر لونفي ويعسوا عليك كيفاش تخدم يعطيوك نوت تيوك نوت يمكن ندخل بعضي وما عادش نجم نكون سبونتاني كيما انا توا معاكم ولا مع الطلبه ونعطي المعلومه الصحيحه ونعطي الاضافه عليه باسكو كونت اوني سومي او ريغارد دي زوتر او بوزوان دو فاليداسيون بار لي زوتر اون بير سون انرجي فيتال. العبد ما عادش ينجم يفجرك الطاقه الداخلانيه نتاعو. دونك المفتاح مفتاح مفتاح باش تتخلص من ستريس نتاع ليكزامان كونك Tu ne te soumets plus à la validation des autres. Tu t'en fous, mané. Est-ce que tu as besoin de mérite? Tu as besoin de mérite en verre, tu as besoin de mérite de chams. Est-ce que tu as besoin de mérite? Ou tu les images, tu vois, mais qu'ils t'aiment bien. Mais ils m'ont fait. Mais tu vois, mes jumelles. Inti, ma carrière de matière moyenne. تو باش تمشي تلقى زوز ثلاثة أربعة خمسة سؤالات على الماتير هذيك باش تحاول تجاوب عليهم مش خاطرك تو ا بوزوان ديتر فاليدي باش تاخذ بون نوت ولا باش البروف يفرح بيك ولا باش والديك يفرحوا بيك ولا باش انت تنجح في حياتك نهار اخر. داير محكين عليه الموضوع هذا نجاح في الخدمه ما عنده حتى علاقه باللي بون نوت سوف بيان سور دون كلك دومين بيان ديتيرميني ايفيدامون كونت اوني ميدسان باغ اكزومبل اون دو كونيتر لاناتومي دو دي زيو دي سيرفو باغ كور ايفيدامون مي نحكيو دو فاسون جينيرال نوتامون عند توا الكلام ذا في الكوليج وفي الليسي. يعني يلزم الصغير والبارون ما عادش يحط بريسيون على ولادو باش ياخذو بون نوت على خاطر لا نوت نيكيفو با على كومبيتونس والكومبيتونس اون بلوس حاجه ماهيش مربوطه بالهكا توا ساي معناتها انت عديت اكزامان وليت كومبيتون اكاها تاخذ داك الورقه هذيك كيما الدبلوم خذيت الباك ساي خذيت الليسونس ساي اكا خذيتها ما عادش تتبدل كومبيتونس ليرا فهمت. نجم اليوم تاخذ انت 18 في حاجه معينه في ماتير معينه حتى في ليسونس دو لانجينيور كيما حكينا قبل في لوجيسيال معين في طريقه معينه نتاع خدمه ولا نتاع ديزالغوريتم من بعدك الالغوريتم هو في حد ذاته يتبدل ولا معاش يستعملوه بنفس الطريقه. دونك انت 18 نتاعك انه تخدوي بلو اون كومبيتونس سادير كو لا كومبيتونس سو ديفيني دابور بارابور او بوزوان دو مارشي دو لامبلويور سيتادير دو كليون اون فان دو كونت الكليون اللي باش يشري البورتابل ولا باش يشري اي حاجه معناه يلزم الكومبيتونس نتاعك تقدم الاضافه فك البرودوي اللي باش يشريه الكليون داكور. وثانيا الكومبيتونس هي ايفولي افيك لو طون معناها ما عندوش معنى ولا باش تقولها والله انا خذيت توا معناها نستريسي باش نعدي اكزام باسكو سا بروف ما كومبيتونس بينو لا كومبيتونس سا سو ديفيني دون لو طون ها مش اليوم انت خذيت بون نوت معناها ساي توا نكتفوا دينا هكا هاو ما عادش نخدموا ما عادش نقرا وما عادش نتعلموا خاطر ولينا كومبيتون انو باش تقعد كومبيتون لازمك ديما اجور ديما تتعلم ديما تطور المعلومات نتاعك فهمتوني شباب معناها ما تربطش انت مستقبلك وتبدا ستريسي والله جو فو راكونت سا باسكو موا ميم جي ايتي اكستريمون ستريسي لو لون دو ما سكولاريتي بور ايسيي دوبتينير دي بون نوت باسكو فوالا سيتي معناتها سا دوني دو بونور او بارون ا لا فامي اي سيتي لا سوسيتي كي نوز امبوزي ولا كي نو ميتي سيت بريسيون بوغ افوار دي بون نوت. لازم نفهمو حاجة هامة برشا كونو ليكزامان راهو سي اون سيتواسيون فاكتيس مش حقيقية اي على ليميت سي اون سيتواسيون مالسان خاطر ريت انتي في ليكزامان يعطيك وقت معين اي تو اي سورفيي بور ريبوندر ا سارتان كيستيون وحدك تو اي سورفيي ترا بلي ركز معايا في الخدمة انتي في الخدمة نهار اخر ها tu es surveillé عارفك يعس عليك تحل انترنت ولا تسال شي حد باش تنجم تحل المشكل اللي عطاهولك انتي بالعكس انتي بالعكس يقول لك خدم مون ايكيب و va faire des recherches sur google واخرج جيب المعلومه vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que la situation de l'examen
Elle est complètement décalée par rapport à la réalité. Dans la réalité de l'entreprise, on a besoin de formation team building. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si je فاهم شنو باش ندير دون لا في ريال ما فماش اللي عندك ساعه باش تجاوب على سؤالات وبعد الاستاذ يفك لك الورقه عمرك ريت انت امبلويور يفك الورقه يقول واي انت ما عرفتش توا كهو نو نو سي فري كو il y a un certain temps pour résoudre les problèmes مي ماهيش ساعه ولا اثنين ماهيش ساعه يا اخي انت تخدم في تسلا ولا في جوجل برين ولا ماهيش ساعه ولا اثنين فما ان سيغتان لابس دو طون باش انت تخمم نحكي لك في الحياه الحقيقيه في الحياه العمليه باش انت تخمم وتجيب المعلومات اللازمه باش تحل لك المشكل هذاك وتتشاور انت والليكيب نتاعك وتاخذ معلومات باش تقدم الإضافة دونك ريتك الوضعية متاع ستريتلام يبدو ستريسي ويزربو باش يعب يكمل الورقة والبروف يفكلو الورقة لا إله إلا الله باش ربي انت علاش تفكلو في الورقة انت توا كي فكيتلو الورقة وما خليتوش يزيد يكتبك الكلمتين معناها انت حققت العدالة الإنسانية معناها سي بون رانا نحكيو على الكوليج وعلى الليسي وعلى الفاك منيش دقيقتين اللي يزيدهم التلميذ خاطر شاكان سون ريتم راهو فما تلامذة يحب لهم شويه وقت باش يكتبوا اي سون لون فما تلامذة يكتبوا فيسا فما تلامذة يكتب فيسا فيسا ويكتب بالغلط فما تلامذة ياخذ وقته ويحب يكتب بشوي علاش انت تفك له الورقه ما سي دون فيولونس اكستراوردينير سي دون فيولونس اكستراوردينير نعرف راهو العبيد لي سي في يل فون سا دو مانيير انكونسيونت دو مانيير انكونسيونت ماشي في بالهم c'est la bonne manière de faire مش في بالو هو هكا يحقق العداله ويحقق الاوبجيكتيف الكبير نتاع لونسينيمون راهو غلط غلط انت خاطر انت انا عمري ما نفك هالورقه في الامتحانات واحنا في السوبيريور تعلمهم الطلبه من قبل تقول مثلا il vous reste 10 minutes il vous reste 5 minutes مش زاد تبدا نهار كامل تكتب اي il vous reste 30 minutes il vous reste 25 minutes il vous reste ça y est مسكين معناها كي اللي عادي في الاكزامام صار نو الدور ويدخل بعضه ويولي ستريسي ما عادش نجم يركز خاطرك انت تو لو مي على بريسيون دو طون فهمت راهو لازمنا نفهموا كون المخ ما يحبش ستريس وذا مش كلامي انا ذا كلام لي نوغوسيونس اللي اثبتت البحوث كون المخ كونت اي سومي ا دو ستريس شو معناها لو ستريس في سور لو بلان دو لا بيوشيمي دو كور Ça veut dire des hormones, hormonettes de stress, hein? Qui, par exemple, le cortisol, les scoltes mabi, l'adrénaline, quand tu vas être excité à l'heure ou les nerfs tendus ou quelque chose. Qui est de faire ma barre hormones de stress et donc, à ce niveau-là, quand la connectivité neuronale baisse. Je parle de la connectivité neuronale. Ça que c'est vrai. Le cerveau a fait, quand il y a des milliards de cellules, elles sont neurones. الفايده مش في قداش من نورون عندك ولا كعبه النورون هي معناها شنو البيرفورمانس نتاعها هي في حد ذاتها ما عندهاش بيرفورمانس بيرفورمانس ولا الانتيليجنس منين تجي من الكونيكتيفيتي نورونال دايوغ هما بريسك اليد يعني هكا فما الكور من الداخل وفما هكا كي الخيط الطويل يربطهم مع بعض دونك قد ما انت لي نورون نتاعك كونيكتي قد ما تنجم تموبيليز دي كونيسونس Et tu résous des problèmes, et tu innoves, et tu fais preuve d'intelligence, on va dire. C'est ça l'intelligence, d'accord? Quand le kiesidiki de femme barche à cortisol, et la connectivité neuronale, elle baisse. Je m'en ai mané, un petit arraf à l'malum. تعرف انت كيفاش تجاوب اما ما ماكش منجم وما تعرفش علاش خاطرك خايف خاطرك خايف بس كي تبدا خايف انت وستريسي وسومي او ريغارد دي زوتر il vous reste 25 minutes il vous reste 20 minutes تولي بدنك يصنع برشا كورتيزول تولي لا كونيكتيفيتي نورونال بس تولي الماكينة نتاع المخ ما عادش تخدم كوم يلفو سي سا كي يلفو كومبروندر دو فاسون جينيرال اي بور كونكلور نخمو مع بعضنا بكلنا اسيف دي بارون نخمو مع بعضنا كيفاش نحسنوا الوضعية خاطر راهي مش مربوطة بالوزارة شنو تقول والبرنامج شنو يقول بكلنا نعرف لسيفا الكل تعرف اللي لو سينيو اي ميتر دون سا كلاس صحيح عنده برنامج بيان سور عنده برنامج عنده برنامج واهداف البرنامج انت شوف اي كتاب في الكوليج في الليسي في اي
الصفحه الاولى ولا الصفحه الاخرى ولا ساعات شابيتر كامل اهداف البرنامج. وداير داير انت تو كي تشوف كتاب الفيزيك مثلا في 7 و 8 و 9 يا اخي التلاميذ يعملوا في كل شيء، ولا كتاب العربيه ولا يقراوا في لي باج الكل. بان نو با دو تو ستادير كو لونسيون قاعد دوغز ديجا il fait des choix هكا ولا il fait des choix في وسطك الكتاب هذاك ولا البرنامج هذاك. دونك انت لي شوا اللي تعملهم كأنسينيون شنو الهدف نتاعك انت؟ مو باش توصل المعلومة، باش توصل. انا والله شاك سيمستر نكملوا مع الطالب، خاطر حنا نعملوا دو سيمستر في الفاك، نكمل سيمستر نقول لهم ميساجات، نقول لهم جيسبيغ كو جي ايتي اوتيل بور فو، جيسبيغ كو لي كونيسونس ترانسميس فون اتر اوتيل دون فوتر في، جيسبيغ كو جو فوزي دوني لا كيوريوزيتي بور ابخوند، خاطر انا ما نعملش كل احفظ صب احفظ صب وبرشا كور برشا كور. نخدم سورتو دي بروجي ريال براتيك. نقول لهم ان شاء الله عطيتكم لامور اي لا كوريوزيتي بور لير دي ليفر، خاطرين الطلبه كل عام عندهم اوبليغاتوار كتاب يقراو على الاقل كتاب ويعملوا عليه كونت روندو. دونك الهدف نتاعك انت كانسينيون شنو الهدف؟ علاش انت ما تبدلش طريقه الامتحانات؟ انا جو بارتاج سو كو جو كوم كومون في دون لي سيمينير دو تاو، فما اليوتيوب وفما الانستغرام، نستغلوهم باش نبارطاجيو مع بعضنا الناس الكل. اي ماتير انت تقري فيه، فما فرق ما بين تعمل ان تيست دو كونيسونس، تيست دو كونيسونس شوفوا يعرف ولا ما يعرفش، كي مثلا في التاريخ يعطيوهم هكا ايشيل دو طون ويقولوا اكتب لي اكتب لي وقتاش وقتاش صار كذا كذا وقتاش صار كذا كذا وقتاش صار كذا. الوغ شنو يصير؟ الصغير يحفظهم شربت ماء يصبهم في الامتحان يخرج مخو يفسخهم الكل، خاطر il n'y a pas de sens. Donc il n'y a pas de sens qui entoure la connaissance, elle n'est pas ancrée de façon durable. Il faut bien le comprendre. Là où nous avons deux cerveaux, un cerveau droit et un cerveau gauche, d'accord? Le cerveau gauche, il me trace ça fait tout ce qui est analyse ou logique, traitement d'information de façon froide, on va dire. Cerveau droit, il y a c'est le siège de l'émotionnel, le siège de la créativité artistique. مش هو كاين سيرفو دروا يخدم ولا كاين سيرفو غوش يخدم، لا لا كلنا يخدم شويه هذا وشويه هذا. وقتاش تي اوبتيميز طون انتيليجونس ولا تا فالور اجوتي؟ وقت اللي فما سانكرونيزاسيون. شنو سانكرونيزاسيون ما بين الغوش والدروا؟ يعني فما معلومات لكن فما ايموسيون، فما كرياتيفيتي ارتستيك انت قدمتها، فما امبليكاسيون بيرسونيل انت يهمك الموضوع بصفه شخصيه. هذيك علاش راه في لي سيستيم انجلو ساكسون شويه في السيستيم فرونسي اما اكثر في لي سيستيم انجلو ساكسون، فهمت كيفاش يعملوا؟ حتى شويه في الباك فرونسي زاد يعطيوه البرنامج يقولوا شا اي برا انت حذر شنو تحب، ولا ايج عمل لي اكسبوزي انت في التاريخ مثلا، في التاريخ مثلا عندك سيدي الحضاره الفرعونيه الاثينا كذا معناها خمسه ولا سته محاور. الاكزامان تاعك امشي اعمل لي اكسبوزي على المحور اللي انت تختاره. ديجا انت كي تعطيه حريه الاختيار باش يختار ما بين الحضاره الفرعونيه ولا اثينا وروما مثلا، ديجا هو يولي امبليكي بيرسونيلمون، فهمت؟ تقول اختار، مش انا نعطي امتحان اللي هو احفظ صب احفظ صب تيست دو كونيسونس للناس الكل ونقعد انا تاعب في تصليح الامتحانات. راهو تاعبين ياسر للسفاره، وانا بروفا وامي وبابا بروفيت وجو سي سكو سي، راه تصليح راهو سي تخي فاتيغون، راه تخفت مونتالمون خاطر نفس الشيء يتعاود. اصلا انت كاستاذ ارتاح لك كي تخدم بالطريقه هذه اللي هي انوفونت واللي هي لمصلحه التلميذ ولا ليتوديون، خاطر انت اش تقولوا اختار في اي ماتير. ناخذ اكزامبل التاريخ، ما في اي ماتير اش تقولوا تو احنا انا مثلا تو انا نقري ايكونومي جيستيون بزنس موديل حاجه تسمى بي ام سي اللي هي كيما التابلو يخدموا ليتوديون باش يعمل ايفالواسيون تاع البروجي نتاعو. ما نعطيش سؤالات تيوريك، واصلا نقول لهم من قبل الطلبه راهو الامتحان انت باش تقدم البي ام سي نتاع البروجي نتاعك. يقول لي شنو نجي نجيب بروجي؟ قالوا لا لا ما تجيب لي حد شيء، حاضر ما تجيبليش من الانترنت بروجي حاضر احفظ صب ها كوبي كولي، انت باش تعطيني فكره نتاع مشروع. سو كيفي انا حتى انا كي نجي نصلح والله مرتاحه، خاطر كل ورقه مختلفه على الاخرى، خاطر هو باش يقترح بي ام سي نتاع اي حاجه اي حاجه ريت حتى هذه تحط عليها الماكله سخونه نعرفش انا هذا اش اسمه ديفوزور نتاع وي ليسونسييل اي ستيلو ياخو اي برودوي
هو فما برشا ستيلوات. اوكي، هو قولنا شنو نعمل انوفاسيون، باش نعمل ستيلو فيه مثلا من فوق قام، ولا فيه كاميرا، ولا اللي تحب انت. دونك هو il va être impliqué personnellement باش يعدي الامتحان هذا، ولا يعملوا سو فورم ديكسبوزي اورال، ولا سولون لي بوسيبيليتي، باش يستعمل معلومات نتاع الماتير هذيك. مثلا في التاريخ باش ياخذ معلومات على الحضاره اللي اختارها، ولا ليفينمون هيستوريك اللي اختاروا، الحرب الفلانيه ولا كذا، وباش يلوج هو برشا معلومات. يعني احنا وقتها رانا وصلنا حققنا اون اكوميلاسيون دو كونيسونس بوكو بلوز انتريسانت، خاطر واش يمشي يلوج معلومات اون بلوس دو سكي لا او ان كور. علاش باش يلوج؟ باسكو لي موتيفي بيرسونيلمون، خاطر فما امبليكاسيون بيرسونيل. سورتو لكن تقول له اعمل كيما تحب، اعمل ديسان، اعمل كارت مونتال، اعمل ماكيت بالكارتون. علاش ليه؟ ماكيت بالكارتون مثلا تمثل ابسط حاجه، ما تعمل مثلا هاو توري فيل باش تمثل باريس، هاو كذا فيان باش تحكي على الحرب مثلا، شنو صار في الحرب، تعمل ماكيت نتاع باتو نتاع ديباركمون. فهمت؟ كي تقول له انت اعمل ماكيت، هو باش يبدا منهمك تماما في تحضير هذيك الماكيت نتاعو، وبعد باش يجي يعمل لك اكسبوزي اورال يحكي لك شنو صار في الحرب الفلانيه ولا في الحضاره الفلانيه، على اساس كلكو شوز دو كونكري كيل فا بريزونتي اي كيل ا رياليزي لوي ميم. راهو توا في لي بيي دو لوروب دو نور وكل مي يخدموا كان هكا، مي يخدموا كان باللي بروجي، فهمت؟ ولي زيتوديون ولا لي زيليف سي او كي فون لو كور على ليميت. شنو معناه يفون لو كور؟ ما عادش انت بروف تبدا تصب في المعلومات، تصب في المعلومات، المعلومات تطلع بشوي بشوي دون شاك سيونس اون فونكسيون دو سكو بروبوز لي زيليف سور تيل اي تيل تيماتيك ولا تيل اي تيل بوان معناتها دون لو كور. سي توت اون ابروش ديفيرونت راهو، اي سي با ديفيسيل، نعاود وناكد سي با ديفيسيل، وما تستحقش ريفورم من الوزاره، والوزاره ما عطاتنيش فلوس، ودرا شنو؟ اش دخل الفلوس؟ اش دخل الفلوس؟ هذه طريقة خدمة. أنت في السيونس نتاعك ساعة ولا ساعتين، أنت اش تخدم طريقة مختلفة، ما عندكش أورديناتور أنت باش تصب أنترنت. يا سيدي جيب سمارت فون، مش لازم أورديناتور، التليفون كذاك سمارت فون، فما قطعة يشريوها ولا شنيا، كيل واحدة كيل مراية تولي بالريترو بروجيكتور، معناتها تولي الفيديو تنجم توريه. ما تستحقش دي مويان ولا قانون ولا الوزارة ولا هاو الدولة ما عطاتناش ولا اش دخل الدولة. انت تو اي ماتر دو تا كلاس، سي توا كي ديسيد كومون تو في تا ماتير، كومون تو في تي زيكزامان، خاطر هذوك اولاد الناس واولادك انت. انا اشاك فوا نبدا في الكلاس نخمم في اولادي، اولادي مش يقراو عندي، يقراو في الكوليج، انا نقري في الفاكولتي، اما نقول انا لازمني نعمل جهدي باش الشباب هذوما نفيدهم، باش نهار يخر ربي سبحانه يبعث لاولادي السيف اللي هما يفيدوهم وياخذوا بيديهم، خاطر راهو الاستاذ ينجم يبني العبد، يطلعوا حاجه كبيره ياسر، كيما ينجم يردوا كريمينال ولا العظيم. ها اي لي بلو غران نون دو ليستواغ، سواء لي بلو غران كريمينال دو غير ولا غيره، سواء لي بلو غران سيانتيفيك، إل يا أو أن ستيمولي هكايا دو لابار دان بروف اللي قالوا ولا برافو عليك، أنت تو فا لي لوان، ولا زاد بالعكس، بروف قالوا أنت راك سامحني به وما يجيبش منك ربي، وها وجهي كان تنجح. مي سي اكستراوردينير، راهو قداش من ايتوديون نشوفوا معناتها وصل لبعيد بعيد بعيد، ولا نقولوا احنا حاجه كبيره كبيره. علاش؟ خاطرك العام فما بروف قال له انت باش تنجح، ها وجهي. خموا في الكلام اللي تقولوه للتلامذه ولا الطلبه. اخر حاجه جو كونكلو بوتيتر اون ايفوكون جو ماي كود، اللي هما جماعه ياسر طياره، ولا مش بيب ولا حاجه، هما ما حاجتهمش لا بالبيب نتاعي ولا نتاع غيري. سي ان جون يحيى بولال، هذايا معناها حاجه كبيره ياسر، تو يظل عمره اقل من 25 سنه، وجو ماي كود ولات في كل بلاصه في تونس، في الافريك زاد حالين. شنو شنو اللي سي كو كي اكسبليك لا ريوسيت دو سي جون؟ سي لا ميثودولوجي، ليرنينغ باي دوينغ، ليرنينغ باي دوينغ. مش تمشي تعمل فورماسيون، الفورماتور يعطيك معلومات، يعطيك معلومات على اللوجيسيال الفلاني على كذاك، يعطيك المعلومات وانت تحفظ المعلومات وتعمل تيست دو كونيسونس، وبعد تاخذ سيرتيفيكا ولا نوت بتاع انت هكا تعلمت. لا، ليرنينغ باي دوينغ معناتها تتعلم في اطار لا رياليزاسيون دان بروجي في الدومينات نتاعهم، الديفلوبمون والكودينغ اتسيتيرا. انا خاطر جبتهم مره يحكيوا للطلب نتاعي معناها على الميثود نتاعهم، وانا بيزي مثلا جابليك سيت ميثود
دو ليرنينغ باي دوينغ دون لو كادر دو بروجي. مثلا نعمل مجله مع الطلبه، نعمل مجله مع الطلبه، سو كي في كل اتوديون يزم يحضر ارتيكل. قول لك انا كيفاش نحضر ارتيكل؟ تقول له كيما تحب، تحب تعمل ارتيكل تيماتيك تحكي على موضوع يهم لي اتوديون، تحب تعمل انترفيو مع منعرفش انا ان سبورتيف ان ارتيست ان شانتور ولا ان شيف دونتربريز، تحب تعمل غوبورتاج تمشي لشركة تعمل غوبورتاج تاخذ صور تحكي مع العباد. سو كي في ليتوديون يحس روحه في وسط بروسيس كامل، مش هو قاعد سياتي من زمان قدام ورقه تك 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 وبعد تاخذ بونوت تم بها بونوت. الوغ كو انت كي تخرج من الماتير نتاعي مثلا بك المجازين هذاك اسمه افكار، هذاك المجازين هذاك اللي انت عملت فيه ارتيكل، دونك انت حتى نهارخ مع السي في نتاعك توري المجله هذيك تقول لهم شفت انا شاركت في البروجي نتاع الاخر المجازين، عملت ارتيكل، مشيت قابلت مثلا شيف دونتربريز، مشيت عملت غوبورتاج ولا عملت ريشيرش على الانترنت باش حكيت على الموضوع المعين في وسط المجازين، فهمت؟ دونك جبت معلومات، جبت صور من الانترنت وعملت ميزون باج. هاي خاطر سوفون طلبه يقولوا لي لا انا ما نعرفش كيفاش باش نعمل انا الميزون باج. باوي تتعلم تتعلم، حتى انا ما كنتش نعرف، دونك انا بديت تعلمت الكانفا مثلا باش نقول لهم ها كيفاش تستعملوا الكانفا. مي سي سا لو تروك، ليرنينغ باي دوينغ، فهمت؟ تتعلم تستعمل الكانفا، تتعلم تستعمل لي لوجيسيال دو ديزاين غرافيك ودرشنو، وبعد تتعلم تعمل بريزونطاسيون اورال نتاع الارتيكل اللي انت عملته. سيتادير كو لو بروجي permet de travailler beaucoup de compétences ou de sortir l'étudiant de la logique de la note نتاع نحفظ اربع كلمات نتاع الكور ونصبهم في الاكزامان pour aller vers une logique de compétences et de tâches réalisées personnellement. لاحظت انا مثلا فما بنيه خدمت هكا المره الاولى، قلت لها لي راه وريت النص هذايا لازمك تعاود تخدم بطريقه مختلفه باش يولي اتراكتيف بور لو ليكتور وتعمل ميزون باج هكا وتحط تصويره هكا، فهمت؟ عاودت وبعد قلت حسيلو عاودت اربع ولا خمسه مرات، قلت لها ما تفدش عادي ايه خاطر انا تو راه نعاون فيك، جو تاكومباني جو سوي ان تران دو تو كوتشي سي تو فو باش تقدم حاجه ما خير. قالت لي لا والله لاني فايده مدام، بالعكس وانا عامله جو على الخدمه هذه. شفت قلت لهم شباب كي تخدم انت حاجه اللي هي نتاعك الارتيكل هذاك نتاعك انت خدمته يقعد لك، فهمت؟ تولي عامل جو وتولي تو شيرش دي كونيسونس تو شيرش دي لوجيسيال بور اميليوري لو برودوي كو تو فا بريزونتي، واللي هو باش يقعد عندك خاطر انت ورقه الامتحان تكتب تك 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 وبعد تمشي ما عادش ترجعها ما عادش تلقاها. يعني احنا خاطر احنا في السوبيريور ما نرجعوش الاوراق، وفي الليسي وفي الكوليج يرجعوا الاوراق والكراسات، لكن وين تلقاهم الاوراق والكراسات؟ مش تلقاهم مقطعين قدام الكوليجات والليسيات في اخر العام؟ تلقاهم مقطعين الكل في الشارع هكا ولا علاش؟ خاطر هو فادت من الموضوع، فادت ان يا اوكون امبليكاسيون ايموشنيل. لكن هو او ليو دو سو اكزام دو سيت اكزام تاع احفظ صب الى رياليزي ان تروك اللي يقعد له. انا خديت ليكزامبل نتاع المجله، يقعد له ارتيكل ومجله اللي هي نهار اخر تشجعه باش يقرا مجلات، مي انت سولون الماتير نتاعك تنجم معناها تلوج اون ايدي دو بروجي افيك تي زيليف سولون تا ماتير، فهمت؟ في السيونس مثلا وفي الفيزيك سا بو اتر دي بيتي بروجي دي بيتي رياليزاسيون كو لي الكترود ودرشنو ان تروك كو تو كري افيك لي زيليف، واللي يقعد له وقتها كان هو صنعه راهو مستحيل باش يلوحوا في القاع ويقطعوا ويلوحوا قدام الليسي ابدا، باسكو سي سا كرياسيون بيرسونيل.